اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش فراخ بانيه بالفلفل والمايونيز. هنطلع فاصل ونرجع نعمل الساندويتش. مكونات الساندويتش: فراخ بانيه، فلفل اخضر متقطع، بصل برضو متقطع، وثوم مفروم، زبده، مايونيز، وطبعا شويه ملح وفلفل. سخنا شويه زيت على النار بشوية ملح، نحط شوية بصل، نحط فلفل، رشة فلفل، ثوم، حطنا نار، نحط مايونيز، شوية كمان الصوص، كده ساندوتش جاهز. ساندويتش فراخ بانيه بالفلفل والمايونيز. هنطلع فاصل ونرجع نعمل العصير. النهارده هنعمل كوكتيل فراوله بالنعناع. المكونات: فراوله، اوراق نعناع، شربات نعناع، خوخ معلب، عصير اناناس، موز، وسكر. فراولة، خوخ، معلقة من عصير النعناع، سكر، نخفف بشوية مية، نقفل ونخلط.
من الموز. كده الكوكتيل جاهز. كوكتيل خوخ بالفراولة، ساندوتش حاجة ساقعة. لا لا شكرا.